اليوم تخوض التنسيقيه المحليه لطلبه خريجي وممرضي المعهد العالي للتمريضيه والتقنيه الصحيه بالدار البيضاء اعتصاما بعد الوقفه الاحتجاجيه الثالثه. نخوض اعتصام الى حين تحقيق مطالبنا، مطالبنا المشروعه الا وهي احترام القانون. اليوم نطالب الاداره باحترام كامل للقانون. اليوم سنعرف هل هذا القانون يطبق فقط على الطلبه. اداره تتهرب تناور. اليوم نحن نطلب الحوار، نطلب منهم الحوار من اجل حل للمشكل، ولكن الحل سيكون باعفاء المنسقه التي تتخذ من ترصيب الطلبه الترصيب الممنهج لاكثر من 36 طالب هذه السنه و15 طالب في السنتين 15 طالب في السنتين الماضيتين 15 يعني مجموع 30 طالب تم ترصيبهم. ولعلمكم ان هذا الطلبه فهم تم انتقاؤهم وغالبيتهم اتوا من مدن بعيده، هناك من اتى من ورزازات بني ملال اسفي. الطلبه يعني يتحملون عناء السكن هنا بالعاصمه الاقتصاديه. هذا المعهد اللي كتشوفوا دابا هو معهد مغلق لمده سنتين، مفتوح جزئيا يعني لا يستفيد منه الطلبه. الطلبه اليوم يدرسون بثانويه المنار، ثانويه استهلكت وانتهت صلاحيتها من وزاره التعليم واخذوها منهم اليوم يعني، ويدرسون ايضا هنا بملحقه لاله عائشه. ظروف كارثيه، ظروف للدراسه كارثيه، هناك من يدرس عن بعد ونحن في سنه 2024. يعني لا يعني لي طرافو براتيك لا توجد يعني، وهذا الشيء كيقيس جوده التكوين ديال الطالب والممرض. حنا كنعانيو هذا العام، بغينا منسقه من الشعبه ديالنا، لان المنسقه ديالنا لا تنتمي للشعبه، وحسب القانون الداخلي للمعهد فاننا نطالب بمنسقه تنتمي لشعبتنا. الدراسه عندنا شويه مخربقه، ما كنديروش لا براتيك لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للمنسقه فراها كل عام كتسقط نص ديال البرومو، وكتدخل لينا في الامتحانات ديال الاساتذه، وهذا الشيء لا يجوز كمنسقه انها تكون كدير. ما كنستافدوش من لي سيرفيس اللي كاينين كاملين في في المعهد، وهذا الشيء كيأثر على النفسيه ديالنا وعلى سيروره الدراسه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.